شركه واتساب المملوكه لفيسبوك تثير غضب العالم ما هي تفاصيل الحكايه الله يعطيك العافيه يا اخوي عبد الله وشاكر لك هالاستضافه وكذلك هالموضوع الهام جدا طبعا شركة الواتساب مثل ما نعرف يستخدمها أكثر من 2 مليار شخص حول العالم فتعديلات بسيطة قد تؤثر بطريقة أو بأخرى في طريقة التعاطي مع مثل هذه التغييرات خاصة إذا كانت مثل هذه التغييرات تمس خصوصية المستخدم وتمس كذلك يعني بعض معلوماته الشخصية التي قد يتم بيعها كسلعة في سوق الاقتصاد العالمي ما يسمى باقتصاد البيانات اليوم مثل ما سمعنا الواتساب قامت ببث يعني بعض الاخبار او بعض الاشتراطات على مستخدمي الواتساب بانها ستقوم بمشاركه بعض البيانات مع الشركه المالكه لها فيسبوك هذه البيانات عباره عن بيانات 360 درجه عن آآ يعني آآ ما يخص بيانات المستخدم نفسه اسمه رقم جواله ما هي البيانات او ما هي الارقام التي يقوم بالتواصل معها ما هي شبكه الاتصال التي يقوم بالتواصل او التي يقوم بالربط معها من هو مزود الخدمه لهذه الشبكه وغيرها الكثير من البيانات الاخرى مثل هذه البيانات 360 درجه عن حياه انسان واحد تملكها شركة ربحية ايش معنى 360 درجة؟ 360 درجة بأنها تستطيع معرفة كل ما يفضله الشخص مثلا الأخ عبد الله الآن يستخدم الواتساب إذا تم تطبيق مثل هذه البيانات بشكل عام ستستطيع شركة فيسبوك المالكة للواتساب معرفة كل ما يحبه عبد الله كل ما يفضله كل ما يرغب فيه كل ما يكرهه وبذلك تستطيع رفع قيمة السوقية المعلومات عبد الله كل ما زادت المعلومات الخاصه بعبد الله التي تملكها شركه فيسبوك، وهذا الامر ليس بجديد، نحن راينا الحمله التي قامت على شركه فيسبوك حينما تم شراء فيسبوك او تم شراء واتساب عن طريق فيسبوك، نفس الحمله يعني اكثر من ثمانية مليون مستخدم قام بحذف شركه او حذف تطبيق واتساب من المتجر الالكتروني. هذا الامر لم يستمر طويلا. عاد الناس لاستخدام شركة أو لاستخدام تطبيق واتساب، ولكن ربما الآن مع الرسائل التي قامت فيسبوك بنشرها لجميع مستخدمي الواتساب، إلا في بعض الدول المحددة من أننا سنقوم بتطبيق هذه السياسات والاشتراطات وش تقول عليك ويجب وش عليك. وش تقول السياسة الجديدة بالضبط؟ تقوم تقول السياسة الجديدة بأن شركة واتساب يحق لها مشاركة بياناتك. مع شركة فيسبوك، وبالتالي شركة فيسبوك إذا امتلكت مثل هذه البيانات الشخصية عن المستخدم تستطيع بيعها إلى أطراف ثالثة. شركة فيسبوك على سبيل المثال لم تصل إلى القيمة السوقية المليارية تقريبا أو التريليونية تقريبا إلا ببيانات المستخدمين، فكلما زادت دقة البيانات عن المستخدم زادت القيمة السوقية لشركة فيسبوك. بس هل تستطيع فيسبوك أنه التجسس على محتوى الرسائل اللي موجود في الواتساب طبعا في عام 2014 او 15 بعد الحمله الكبيره التي تم عليه آه يعني تمت على شركه فيسبوك قامت باضافه طبقه حمايه تسمى الان تو اللي التشفير من الند الى الند آه فما تستطيع بالتالي الشركات الاطلاع التج... آه على الرسائل داخل آه تطبيق الواتساب ولكن هذا لا يعني بأن شركة فيسبوك لن تستطيع وفق السياسة الجديدة خاصة الاطلاع على آه ما يفضله المستخدم بطريقة أو بأخرى ما يكرهه هذا المستخدم بالتالي أستطيع معرفه يعني ما أستغ... ما احتاج اني اعرف ما هي الرسائل وما هو محتواها بقدر ما يهمني اني اعرف من هو هذا الشخص الذي فعلا استطيع ان استهدفه بالرسائل الاعلانيه بطريقه او باخرى هم بيعرفون لكن انا سؤالي على الت... هنا انت تتكلم على انه التشفير مشفر الرسائل صحيح يقدرون يوصلون المحتوى الرسائل ما يقدرون شوف في اجابتين صراحه في الاجابه العامه انه التشفير النت الى النت لا يستطيع احد فكه ولكن الاجابه الثانيه ان هناك ما يسمى البوابات الخلفيه في الشركات تستطيع فك التشفير باي طريقه كانت فلذلك صحيح ان الند تشفير الند الى الند او end تو اند انكربشن لا 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 يستطيع المزود الخدمه على سبيل المثال فك تشفير الرسائل لانه مفتاح فك التشفير هذا لا تملكه الا الشركة الام مثل فيسبوك لكن اذا اذا ارادت شركه الام فيسبوك ان تقوم بفك مثل تشفير هذه الرسائل ستستطيع بطريقه او باخرى وبشكل سريع جدا. طيب هم قالوا اذا خلاص اذا انت ما وافقت على السياسه ذي يوم 8 فبراير ترى خلاص ما تستخدم التطبيق هذا في كلامه الاول